التلفزيون بقى في رمضان يا معلم غير اي وقت في السنه كلها، البروجرام كله بيتغير، شغل تاني خالص. عارف لما يبقى في حاره فيها واحد بيتجوز وتلاقي البيوت كلها مفتوحه على بعض ومهرجان وكده، عارف ده علاقته ببرامج التلفزيون؟ ملوش اي علاقه، انا عشان جت على بالي فحبيت اديك مثال كده. طبعا الزمبليطه دي مش جديده على فكره، ده من زمان جدا. اول واشهر فقره تلفزيونيه في رمضان هي فوازير رمضان. طبعا المشكله في فوازير رمضان ان بدايتها كانت مع فنانه استعراضيه كبيره، فده اضطر كل الممثلين اللي عملوا فوازير بعدها ان هم يمشوا على الكتالوج ده ويعملوا استعراض كلهم، حتى لو بيعمل الفوازير ده مدحت صالح او محمد الحلو او يحيى الفخراني. احنا ذنبنا ايه؟ مفيش حد فكر وقال له طب ما نشيل الاستعراضات دي من الفوازير. لا عايز تضيعنا، ارقص هلا ها هوبا هلا استعراض فين. من ساعتها بعد الفوازير في ايه؟ الف ليله وليله معروفه، شهرزاد، شهريار، مشكاح، ريما، زوزو نبيل، الجو الظريف ده. المشكله فين بقى؟ المشكله ان احنا بنعمله كل سنه ومن زمان جدا، الشخصيات كلها اتحرقت سنه ورا سنه، فتلاقينا ابتكرنا شخصيات جديده عجيبه شويه. تلاقي عروس البحور، سنهور، الاشكيف، ام منقار، تحس اننا اخدنا الف ليله وليله في سكه محل اسماك حبتين، اللي هو بص بقى يا معلم انت وزن لي كده واحده ام منقار تكون كيلو كيلو ونص على ذوقك كده، اشوها لي رده مفتوح، والاشكيف ده تعمله لي طاجن الله يكرمك، لو في سنهور بقى بس طازه اقلي لي نص كيلو راس وديل، وشوربه عروس البحور مخليه، وبعت لي الشيك بقى مع عريس البحور والف مبروك. المسلسلات بقى يا معلم بتتصنف كالاتي، خد مننا من الاخر. مسلسل اجتماعي ظريف خفيف بتدور احداثه حوالين رجل اعمال مزواج اسمه الحاجة حاجه، لما محاوليه شويه ستات مركبين اكستنشنز طويله، حاطين ميك اب تقيل موت، لابسين لبس بيت شعبي ستان ضيق بيلمع كرانيش، نوع من انواع الاغراء المقنع، وبيتنافسوا على الحاج ده بدون اي اماره، بس اهو جو تنافسي شيق زي الدورات الرمضانيه اللي بتتعمل في الكوره كده. في المسلسل التاريخي او المسلسل الملكي انا بسميه كده، ده بيمسك اسره مالكه يطلع لها المخبي والمستخبي، ده غالبا اللي بتكتبه واحده ست مش عارف ليه، وبيبقى انتاج ضخم جدا، نجم واحد تقيل او اتنين، ومليان بقى ممثلين قادرين وضيوف شرف ووجوه صاعده وفتاة اعلانات بتشق طريقها في عالم التمثيل، لازم تلاقيها في المسلسل ده. المسلسل الملكي ده الممثلين كلهم بيتكلموا باكسنت غريبه شويه، تعرفش يعني كمشاهد تحدد لها اصلا، يعني ده تركي ما تفهم ايراني، عيب خلقي، اثر جلطه، مش حاجة كده لذيذة، اللي هو سالم نفسك أدهيم، سالم نفسك كلب فالد أدبيوك، مش مهم. الأزياء برضو والديكور وفرم الشعر متوهينك أكتر، ما تفهمش انت فين وإمتى، الضفاير دي بتاعت الأسرة الكام، ما تنورونا يا أخوانا انتوا مين. وفي مسلسل الصاروخ، ده ملوش أي علاقة بالفضاء على فكرة، المسلسل ده هو المسلسل اللي بيعتمد بنسبة 90% على وجود صاروخ في بطولة المسلسل، ده بيبقى مسلسل ناجح من قبل ما نختبر بقية عناصره، لا الناس بتشتري، مش مهم عناصره خالص، المهم عناصرها هي، شعرها، مكياجها، لبسها، نيولوكها، أدائها، نبي عسل. أنا في مسلسل الصاروخ ده بقنع مراتي إني بتفرج على الديكور، والله بتفرج على الديكور، بصراحة هما بيبقوا مزودينها في الديكور شوية برضه، بس طبعًا الصاروخ ده لازم يعيش في محطة فضائية، أكيد مفيش صاروخ ساكن في الحي التامن مثلًا، غلب والله غلب. بعد المسلسلات تيجي البرامج، أهم البرامج طبعًا هي برامج المقالب، دي بقى اللي النجوم بيخلصوا أوردر المسلسل، هوبا جاري على أوردر برنامج المقالب، ياخدوا اللي فيه النصيب بقى، خطف، حرق، كهرباء، شوي، لسعة على خفيف، حسب البرنامج. المشكلة بس إن موضوع برامج المقالب ده بدأ بمقلب فعلاً، حد تايه بيسأل على عنوان، حد بيغلس، ياكل أكلك، عارف الحاجات الخفيفة دي، خضك، فالله وأنت ماشي. سنة في سنة الموضوع كبر، دخلنا في التقيل، مواقف محرجة، بعدين مواقف مقلقة، بعدين مرعبة، بعدين مواقف مميتة، طيارة بتقع، مركب بتغرق، عصابة بتخطفك، مخابرات تصفيك، طب وبعدين؟ احنا رايحين على فين؟ أنا مش فاهم، يعني كل الكلام ده اتهرش خلاص، شكلنا هنبدأ نعمل كده بجد بقى، نولع لنا في كام ممثل كل سنة عشان البرنامج يسخن، هنعمل إيه؟ أكل العيش مر والجمهور لازم يندهش، هات لي يا ابني الممثلين اللي في التلاجة دول نقرقشهم في الحلقة دي، هات. معقولة؟ في طبعا البرامج الدينيه، دي اللي بتعتمد على اتصالات وتساؤلات المشاهدين الجديده الفريش اللي من بره الصندوق، زي ايه؟ زي مثلا دلوقتي يا سيدنا الشيخ انا نسيت وشربت، اكمل عادي ولا ايه الوضع دلوقتي؟ كل شويه، كل سنه. او الشامبو بيفطر يا شيخ اصله مكتوب عليه بالخوخ والعسل، ايه النظام؟ مش معقوله الراجل محترم قاعد عالم عشان تسالوه اسئله تخش الدماغ، ينفع كده اللي هو الو سلام عليكم يا مولانا؟ وعليكم السلام اتفضل، ممكن اسال فضيلتك سؤال؟ اتفضل. وده اول سؤال عجيب ملوش معنى، حضرتك متصل ببرنامج اسمه انت تسال والشيخ اللي قاعد قدامك ده يجيب، يبقى اتفضل اسال على طول، ايه اللي هيخليه يرفض الاجابه فجاه؟ هيبقى مش فاضي. واخيرا بقى في برامج الطبخ،
دي بتبقى كتير في رمضان ما شاء الله، لدرجة اننا لو لمينا الاكل اللي اتطبخ في كل استوديوهات برامج الاكل في رمضان وعملنا ترابيزة طويلة من اللي بتبقى في ديكور المسلسلات التاريخي، وجبنا الصاروخ ده يسرفس على الناس، ورجل الاعمال الحج يجيب الحلو، والجواري اللي في الف ليلة وليلة يخشوا بالفاكهة والمراوح وبتاع، والسمك الصنهور وابو منقر والاشكيف يطلع بقى، هنعمل مائدة رحمن ضخمة جدا وكل مصر هتفطر عليها، ويبقى خلاص بقى دي مهزلة يا معلم مهزلة. انت عارف انا لو جالي شغل في اي حاجة من اللي انا قلتها دي في رمضان هعملها فورا طبعا، ان ده اكل عيش بدل ما انا قاعد في البيت عمال ببلع رقسوس كده. كل سنة وانت طيب. طيب.